وقبل ما نبدأ أولى فقراتنا نروح ونصبح على زميلتنا ليندا عبد اللطيف ونعرف منها آخر أخبار الطقس والعملات وأسعار داب. ويمكن يهمنا دلوقتي يا ليندا نعرف الطقس إيه أخباره، لأن في كلام درجة الحرارة 37 النهاردة. صباح الخير يا ليندا. صباح الخير أحمد الأوس. صباح الخير فسن. لسه يا أحمد فعلا في استمرار في ارتفاع درجات الحرارة. امبارح القاهرة سجلت 36 وزي ما أنت قلت النهاردة بتسجل 37، وبكرة كمان هيكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة والقاهرة هتسجل بكرة 38. يعني وده اللي احنا كنا خايفين منه بقى بعد ما قعدنا نقول للشتا باي باي، بس هو هتبقى بكرة يا بسنت إن شاء الله، وبعد كده هتقل تاني شوية تدريجيا إن شاء الله. بس يعني الكل بقى يعني يتوخى الحذر في الفترة دي وما ينزلش غير للضرورة يعني. بالتأكيد. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية كالعادة هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.62، أما الشراء فسجل 18.54. اليورو البيع سجل 19.92، أما الشراء فسجل 19.82. الجنيه الاسترليني البيع سجل 23.40، أما الشراء فسجل 23.29. الفرنك السويسري البيع سجل 19.38، أما الشراء فسجل 19.28. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.76، أما الشراء فسجل 2.75. الريال السعودي البيع سجل 4.96، أما الشراء فسجل 4.94. الدينار الكويتي البيع سجل 60.91، أما الشراء فسجل 60.62. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.07 والشراء سجل 5.04. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 915 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1090 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1165 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8435 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه في استمرار في ارتفاع درجات الحرارة، والجو هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، هتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة هتكون في دمياط 29. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.